تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 7 يوليو 2020، واختصر المقدمة اللي حضراتكم عارفينها إن ليه ربنا قال لنا الأحداث دي، عشان حياة اليقظة الروحية. فربنا سبق وأخبرنا بكل النبوات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل ما نخافش زي ولاد العالم. ومنها النبوات اللي أنا قلتها على مصر، ليه ربنا سبق وقال لنا عن نبوات مصر وغيرها وغيرها، والحروب، أخبار حروب وأوبئة وزلازل والكلام ده كله، لأن هو وعد إن هو يحافظ علينا في نفس الوقت. فقال لنا قبل ما تحصل عشان لما تحصل ما نخافش. لا تخافوا، ده اللي قاله. برضو أوجه نفس كلامه لشعوبه في الشرق الأوسط، ولاد ربنا في أشور وفي مصر وفي غيره. لا تخافوا، لا ترتاعوا. كل ما تسمعوا بالأخبار دي ثقوا بربنا، انتبهوا لحياتكم الروحية ولا ترتاعوا. هو ده القصد ربنا. الهدف التاني، علشان نؤمن في زمن زاد التشكيك جدا. فربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن، لأنه مستحيل تكون متألفة وتحصل بدقة قدام عينينا. ده يؤكد روعة ودقة الإيمان المسيحي اللي سبق وأخبر بالتفصيل بهذه الطريقة في الكتاب المقدس، بطريقة حتى ما تنفعش تكون لا محرفة ولا مؤلفة ولا بالصدفة ولا غيره. الحاجة الثالثة، عشان حياة الاستعداد. لما تسمع الكلام ده تنتبه وترفع راسك لفوق، لأن نجاتكم تقترب. استعدوا لحياتكم الروحية. علامات في السماء. محاولة اختراع حساس للدارك ماتر، المادة الغامقة اللي ملهاش وجود، اللي ملقوهاش وملقوش أي دليل عليها، لكن افترضوها علشان لازم تبقى فيه حاجة ماسكة الكون. طيب اللي ماسك الكون الجاذبية، بس ايه اللي يمسك الكون اللي متباعد جدا عن بعض ده جاذبية ايه؟ يبقى فيه مادة 97% من الكون مش شايفينها هي اللي ماسكة الكون بالجاذبية. يا صلاة العلم، ما علينا. فاخترعوا حساس للدارك ماتر اللي ملهاش وجود. ليه؟ أصل فشلت كل المحاولات لإثبات وجودها. الكلام ده من نيو ساينتست. فعملوا ديتكتور ويز بليون سنسورز عشان يمكن يكتشف، ماي فاينلي يلاقي حاجه يقولوا عليها دي الدارك ماتر اللي هي المفروض 97% من الكون ومش لاقيين لها دليل. عارفين ليه؟ هشرح لحضراتكم الموضوع ده يمكن شيء من التفصيل لما اوصل للتطور الكوني، ولكن باختصار شديد، قد يكون في مواد احنا مش عارفينها في الكون، انا مش بنكر ذلك. ولكن الفكرة الأساسية المبنية عليها فكرة الدارك ماتر اللي هي المفروض 97% من الكون اللي مش لاقيين لها أي وجود، آسف. ما أعرفش كده القلم بيكتب وحش ليه. anyway. فالمادة الدارك ماتر اللي المفروض 97% من الكون دي علشان يبقى الكون متماسك، لأن بدونها الكون ما ينفعش يبقى متماسك. طبعا إحنا الكتاب المقدس قال لنا إيه اللي ماسك الكون، صح؟ حضراتكم عارفين ولا لأ؟ اللي ماسك الكون هو ربنا، اللي مكتوب في الذي فيه يقوم وفيه يقوم الكل، هو اللي ماسك الكون. لكن هما طبعا ما فيش ربنا يمسك الكون، يبقى لازم تكون في مادة هي اللي ماسك الكون بالجاذبية، فاخترعوا حكاية الدارك ماتر 97% من الكون. قد تكون في مواد ما بنشوفهاش، ما لا أنكر ذلك، ولكن فكرة ان مادة 97% في الكون ومش شايفينها وما لهاش وجود عشان تمسك الكون بالجاذبية، دي فقط محاولة للهروب من وجود إله خالق هو اللي ماسك الكون. تزايد معدل لمعان مذنب نيو وايز، وادي صوره كومت نيو وايز. المذنب ده بيفعل شيء يوصف بأنه نادر، بأنه يضيء بعد إضاءة الفجر، وادي صورته قدام حضراتكم. انفجار نيزك كبير فوق اليابان، ده من ديلي ستار، وآدي صورته. 30 يونيو 19 كرة نارية في يوم واحد، وفي تزايد الكرات النارية يوم واحد، و 30 1 يوليو 13 كرة نارية في يوم واحد، يوم 2 يوليو 10 كرة نارية، يوم 3 يوليو 15 كرة نارية في يوم واحد. الطقس المتقلب اللي بيزداد تقلب، الأحداث اللي كانت بتحصل على مدار 50 سنة بقينا نسمعها بتتكرر كل شهر. فيضان يحدث في وادي سانتان يؤدي لكوارث. أمطار غزيرة تسبب فيضان في مومباي في الهند، وحالة الطوارئ ده من The Time of India، بيقوا ماشيين كما لو كانوا بيعوموا.
صواعق قتلت 31 شخص، والفيضان قتل شخص في مومباي في الهند. صواعق في 10 أيام قتلت 147 شخص هندي، ويتوقع أن الموقف يزداد سوءاً. ده من راشن توداي. تخيلوا الأرض بتاكل سكانها بمعدل قد إيه. موت على الأقل 100 في انزلاق طامي بسبب الأمطار في ميانمار. ده من آر تي نيوز برضو. كل دول بيموتوا من أحداث طقسية في نفس الأسبوع. فعلا الأرض بتاكل سكانها. أيضا 14 شخص غالبا ماتوا في فيضان ضرب بيت مسنين بسبب الأمطار الكتيرة في جنوب اليابان. ده برضو من راشن توداي. وحتى الأمر وصل إن عدد ضحايا الفيضانات في اليابان إلى 50 شخص ماتوا وعشرات مفقودين. في طبعا الكوارث أو الخراب اللي سببه الفيضانات دي في اليابان خراب كتير، طرق اتشالت بالكامل. كارثة الجفاف تزداد في بورتوريكو وإعلان حالة الطوارئ، وفي 140 ألف شخص ما عندهمش مية جارية. موجة تانية من رمال الصحراء الكبرى توصل لأمريكا، فدي تاني موجة. بالإضافة للكوفيد والزنابير القاتلة ورمال الصحراء الكبرى، أيضا موجة حارة بشعة قد تسجل رقم قياسي تاريخي قد تحدث في شهر يوليو. ده من ديلي نيوز. كل ده بيحصل مع بعض. الضربات دلوقتي بدل ما كانت بتيجي فرادة وكل عشرات السنين تحصل حاجة، دلوقتي بقت تيجي من جماعة وفي نفس الأسبوع أو في نفس الشهر نسمع عن كذا ضربة شغالة مع بعض. الزلازل أيضا اللي بتستمر في التزايد. يوم الثلاثاء اللي فات 42 زلزال في يوم، يوم الخميس اللي فات 40 زلزال في يوم، يوم الجمعة 70 زلزال في يوم واحد، يوم السبت 42 زلزال، يوم الأحد 46 زلزال منهم 1.6 تخفض ل5.9 في فانواتو، يوم الاثنين 53 زلزال في يوم واحد ما بين متوسط وقوي منهم 6.6 في اندونيسيا و6.2 في مايكرونيسيا. الاسبوع ده كنت متخيل اخيرا اسبوع هيعدي بدون زلزال رقم 6، واللي كان 6 تخفض ل5.9، ولكن فوجئت انه حتى الاسبوع مش عايز يعدي من غير رقم 6. الاسبوع ده حصل فيه 88 زلزال قوي بس، منهم 3 6 فما فوق أو 2 6 و6 و6 و2 و1 كان 6 بقي 5 و9. أيضا البراكين المتزايدة. حاضر أستاذ سيفير حجيله. يوم 1 يوليو متابعة لنشاط 8 براكين قوية. ده من فولكينو ديسكفري. على فكرة بدأ الخبر عن الطاعون اللي في الصين وبدأ على طول الكذب الصيني مع أستاذ سيفير. يوم 3 يوليو متابعة لنشاط 9 براكين قوية. جزيرة لهاواي تتكون في المحيط الهادي. وملخص البراكين النشطة في يوم واحد بدل ما كنا نسمع عن 3-4 في السنة، بين كل دول نشطة في نفس الوقت. اللي برضو في نفس الوقت بتزيد فيه موت الكائنات الجماعي بدل ما كانت حادثة أو اتنين في السنة، كل ده بنسمعه في نفس الأسبوع. يوم 17 يونيو موت 10,000 من الأسماك في محمية في البرازيل. كل ده سمك ميت بالأطنان. نفس اليوم موت 2 طن من الأسماك في خليج في منطقة أخرى في البرازيل. كل ده قدام حضراتكم سمك ميت في كل هذه المساحة. أيضا بالأطنان بقى خلاص سمك البحر بينزع بالأطنان باستمرار كل أسبوع. يوم 18 يونيو قتل ما يقرب من مليون خنزير بسبب إنفلونزا الخنازير في نيجيريا، وده من الجارديان. يوم 19 يونيو موت مئات من الأسماك في خليج في كندا، ده من سي تي في. فيروس شبيه بالإيبولا يستمر يبيد الألاف من الأرانب في جنوب غرب أمريكا، ربنا يستر ما انتشرش للبشر. ده من ديلي نيوز. وبقية الأوبئة. على عكس اللي كان بيحصل في البداية،
ان الكوفيد كان بيضرب الكبار في السن لو تفتكروا، دلوقتي فيروس كورونا اكشولي نسبة وتناسب بيضرب اللي سنهم اصغر من 40 سنة بنسبة اكتر، وتجعلهم اكثر مرضا من الكبار، بل كمان المشاكل والاصابة بتستمر عندهم فترة اطول من اللي كان بيحصل للمسنين في بداية الاصابة. ده من ياهو نيوز. معدل الإصابة يوم الأربعاء يصل لأعلى معدل ليه، فوصل ليه 218 ألف في العالم يصابوا في يوم واحد. ده من جون هوبكنز، ولكن الرقم ده اتحسن نشكر ربنا جدا. فعلى سبيل المثال دلوقتي آدي الإصابة النهاردة وصلت ل 11 مليون 679 ألف، منهم 539 ألف حالة وفيات، كل شخص عزيز جدا علينا وعلى أهله. والإصابة العالمية بدأت تتناقص، نشكر ربنا وأتمنى ده يكون البداية. فبعد ما وصلت ل 218 ألف أو 216 ألف بدأت تتناقص، فوصلت دلوقتي إلى 167 ألف في اليوم أو 168 ألف في اليوم، وأتمنى أن الإصابة العالمية تستمر في التناقص بهذا الأمر. لكن في دول كتيرة، أمريكا يعني رغم أن الإصابة بتتناقص بس الأعداد كانت وصلت أرقام بشعة، فأمريكا كانت في موجة تانية ولكن بدأت تنقص. البرازيل الإصابة فيها عدت الهند وعدت روسيا. الهند لا تزال تتزايد الإصابة وبشدة، والهند دي كارثة قنبلة موقوتة. معرفش مين كان موجود معانا من شهر مارس مع بداية انتشار الكوفيد، ومعرفش إذا كان حد يفتكر ولا لأ، بس لو رجعت للتسجيلات بتاع التعليق على الأحداث في شهر مارس هتلاقوني بقول الكلام ده. أنا عيني على الهند، لا تزال الهند على فكرة الكارثة هتزيد فيها. اللي يرجع لمارس هتسمعوني بقول الكلام ده. روسيا الإصابة بدأت تقل فيها، أيضا بيرو الإصابة بتزيد فيها، شيلي الإصابة برضو مستمرة، بريطانيا بتقل، المكسيك مستمرة. دول اللي بدأت تحصل فيها موجة تانية في أمل إن هي تقل، فزي إيران بعد ما حصلت موجة أولانية ونزلت، بعد كده بدأت موجة تانية بدأت تتناقص، زي على فكرة إيران دول تانية على سبيل المثال إسرائيل الموجة التانية فيها قوية، ساوث أفريكا الإصابة لسه بتتزايد، تركيا الإصابة فيها بتتناقص، وهكذا. اللي بيسأل على مصر، الإصابة حسب الأخبار اللي بتقولها مصر بتتناقص من أول يوليو. طبعا ده يعتمد على كفاءة الفحص، هل في اختبارات كافية للناس ولا لأ، ودقة المعلومات. هفترض إنه في بحث وفي المساحات متوفرة لكل الناس اللي عايزة، رغم إنه أشك في ذلك ولكن أفترض، والأرقام بتذكر وبدقة، رغم إن زمايلي يؤكدوا لي خطأ الكلام ده اللي شغالين في مصر، ولكن ما علينا. المهم anyway أتمنى يكون فعلا معدل الإصابة في مصر بيقل hopefully، وتكون فعلا خلاص الإصابة في مصر زي بقية الدول hopefully تكون بتقل. زي ما قلت لكم في دول تانية بتضرب وبتضرب بموجة تانية قوية، على سبيل المثال إسرائيل السكند ويف اللي ضربت إسرائيل زي اللي لم تكن ممكن تبقى أقوى من الأولانية. في دول زي على سبيل المثال اليابان برضو فيه بداية موجة تانية ربنا يستر. دول اتحسدت زي استراليا اللي قلنا الإصابة اتحكموا فيها كويس جدا وممتاز وبتاع، ووصل إن هما في أيام يبقى دوبك 3 أربع حالات إصابة في اليوم، دلوقتي رجعوا مرة تانية الإصابة توصل بالمئات وهكذا. برضو أستاذ الحبيب جيسس فور إيجيبت، الهند خلي بالكم من الدول اللي برضو إمكانياتها محدودة صحية، فهل في مساحات متوفرة تقيس أو تختبر البليون و300 مليون شخص أو المصاب منهم؟ على فكرة برضو ليا صحاب وزمايل أسرهم موجودين في الهند بيقولوا الناس بطلت تروح المستشفيات في الهند لأنه من كثرة الحالات بيحطوا سراير في الشارع في الهند، مفيش أماكن، والناس تقعد على السرير في الشارع مع الأمطار مع المصايب اللي بتحصل، ومفيش دكتور ولا ممرضة بتجيلهم ولا فحص واحد بيتم عليهم فبيموتوا، فالناس بطلت تروح المستشفيات في الهند. أنا بقول الكلام ده
من ناس شهود عيان في الهند بيبلغوا أفراد أسرهم اللي هنا، وده اللي بيقولوه. فالهند برضو ال 600 و 1000 اللي مذكورين، أنا أعتقد الرقم الحقيقي في الهند أضعاف ذلك، لكن تاني anyway ما علينا. أمريكا الأسبوع اللي فات ترى أعلى معدل 50,000 في اليوم، ولكن بدأت تتناقص. دكتور فاوتشي كبير أطباء أمريكا بيحذر من تزايد حالات الكورونا بطريقة أسوأ من أي شيء رأيناه سابقا، وده من ديلي نيوز. ولاية فلوريدا توصل الإصابة فيها إلى 10,000 حالة إصابة جديدة في يوم، ده من رويترز. ملبورن تواجه إغلاق مرة تانية للكوفيد. ريلي استراليا غالبا اتحسبت، أنا بهرج طبعا، لأن الإصابة بتتزايد في تاني أكبر مدينة أسترالية. أستراليا دي فعلا كانوا اتحكموا قوي في الإصابة، وبدأت الموجة التانية للأسف. أستراليا تغلق الحدود بين مقاطعتين لأول مرة من 100 سنة، الكلام ده ما حصلش في أستراليا من 100 سنة، بسبب تزايد الكوفيد في ملبورن، ده من راشن توداي. أستراليا في بداية الموجة الثانية زي ما وريت حضراتكم. الهند لا تزال تتقدم بشدة في عدد الإصابة، ده اللي معلن، وتخطت روسيا، وأصبحت الهند هي الدولة الثالثة مش روسيا، فبقت أمريكا رقم واحد، البرازيل رقم اثنين، وروسيا رقم ثلاثة في عدد الإصابات للأسف. على فكرة رئيس البرازيل أصيب، دي آخر حاجة سمعتها. الإغلاق يعود مرة تانية لمدن كتيرة حول العالم، وده مرة تانية بعد عودة تزايد الإصابة، فربنا يستر وأرجو إن احنا ما نستهنش، ده من نيو ساينتست. نتنياهو يبدأ يقلق جدا بسبب تزايد انتشار الكوفيد مرة تانية في إسرائيل، وفعلا الموجة التانية اللي هتحصل في اللي بتحصل في إسرائيل قوية قوي، وبيحذر ويقول إننا في حالة طوارئ، ده من راشن توداي. بالفعل الموجة التانية في إسرائيل زي ما قلت لحضراتكم قوية، وأدي شكلها وبتضرب وبعنف. إعلان أن التطعيم اللي ستنتجه شركة فايزر يظهر نتائج إيجابية. أنتوا عارفين أنه في كذا تطعيم هذه الأيام شغالين، يعني التطعيم الصيني الكندي للأسف بيقولوا ده الأقرب أنه هيطرح غالبا في الأسواق قريبا، في التطعيم اللي تنتجه شركة فايزر، في واحد تاني اللي هو اسمه نوفافاكس برضو قرب، ولكن كلهم على نهاية السنة أو بداية السنة الجديدة. جامعة تينيسي قالت بوضوح هتخلي التطعيم إجباري للطلبة متى أصبح متاح. متخيلين؟ يعني من الأول هنجبر على التطعيمات زي الطلبة في جامعة تينيسي، ده من راشن توداي. دافع 1.6 بليون دولار دعم مادي لتطعيم نوفوفاك، اللي والفلوس دي دفعها الفيدرال عشان التطعيم. 1.6 بليون دولار. لكن العلماء يصروا يؤكدوا ان الادله المتاحه حتى الان ان احنا نبني مناعه تستمر، اننا لا نبني مناعه تستمر ضد الكوفيد، يعني التطعيم مش هيبني مناعه ضد الكوفيد وتمنعه. ليه؟ لانه في حالات اصيبت وخفت وكونت مناعه، والمناعه اختفت في اسابيع اقل من شهرين، ورجعوا اصيبوا بعد شهرين. فالمناعه بتعمل لمده اسابيع فقط، يعني التطعيم هيعمل مؤقتا، هيجبرونا على التطعيم وهنتبهدل بسببه، والبعض هياخد اعراض جانبيه واخرها هيكون كام اسبوع ويبقى ولا كان ليه اي لزوم. ده من نيو ساينتست. اكتر من 200 عالم، هم 200 حاجه و30 عالم، يصدروا تحذير رسمي ممضي ويطالبوا منظمة الصحة العالمية بسرعة التصرف، لأن الأدلة العلمية واضحة، الكوفيد بينتشر بالهواء airborne، والكذبة اللي كتبتها الصين من الأول وقعدت تخدع العالم فترة طويلة وأكدتها منظمة الصحة العالمية الكلب المدلل للصين. فمنظمة الصحة العالمية اللي قعدت تقول أنه أولا زي كلام الصين، لا الكوفيد ما بينتشرش من بشر لبشر،
لا ده بينتشر بس حاجة بسيطة جدا. لا ده بس بينتشر بس اتس اوكي، ده دروبلتس تقع على الارض فخلي بالكم من السيرفس اللي بيقع عليها. لا مش عارف ايه، لا ده بينتشر في مدى ادوبك 3 قدم. كل الكلام ده كذب في كذب. العلماء المتخصصين و200 حاجة و30 عالم منهم مضوا هذه الورقة نتيجة أبحاث، الكوفيد از ايربورن، بينتشر بالهواء. وكان المفروض من الزمان WHO تعمل حسابها على هذا الأمر وتنبه على العالم. وكان المفروض الناس اللي عندهم يركبوا فلاتر للهواء اللي هي أنتي فايرال، اللي عندهم أجهزة تكييف أو ساكنين في العمارات أو بيوت المسنين وهكذا، ويبقى من الأول استخدام الماسكات من البداية. وأنا عمري ما هنسى الكذب اللي كانوا بيقولوه بتوع WHO والشلة اللي وراهم، لما كنت أقول للناس البسوا ماسكات يقول أنت بتنشر الخوف، والأوثوريتيز قالت ما فيش داعي للماسكات. دلوقتي بقت الماسكات إجبارية بعد ما مات 500,000 بني آدم، وبعد ما 11 مليون شخص عيوا وأغلبهم اتبهدل أو نسبة منهم تعبانين راجعين دلوقتي. أوبس سوري، معلش أصل احنا الناس اللي بتموت مش فارقة معانا. لو كان مزدحم أستاذ أمريكان إيجل، لو أنت في بيتك لوحدك من نوعية البيت المعزول، لا مش مشكلة. لكن لو أنت في بيت من الناس اللي هو الكوندوز الصغيرة، الشقق الصغيرة اللي بتبقى فتحة تكييف أو تهوية واحدة بتمر ما بين كل البيوت والسيركيوليشن بتاع الاير بيمر ما بين الكل، يبقى طبعا الماسك في البيت. فهمني استاذ الحبيب، التهوية بتجيلك انت لوحدك من جهاز التدفئة بتاعك من بيتك لوحدك مستقل، ولا هو جهاز بيعمل سيركيوليشن في العمارة بالكامل انت مش عارف مين عيان ومين سليم؟ كل واحد بيستخدم his personal judgment. ده من اكسبريس نيوز الانجليزية. رغم فشل الدراستين اللي ادعيا اضرار الهيدروكسيكلوروكين، الدراستين طلعوا غلط، ورغم ان الدراستين دول تم سحبهم ريتراكت، دراستين طلعوا يدعوا ان الهيدروكسيكلوروكين تاثيره ضعيف وما بيقللش عدد الوفيات، والدراستين طلعوا غلط واتسحبوا. وادي تاكيد لحضراتكم ان الدراستين تم سحبهم من الراشن توداي، إلا إن منظمة الصحة العالمية ورغم خبرات الأطباء اللي قاعدين بيؤكدوا فعاليته في علاج الكوفيد، ورغم إن العلم المفروض ما ييأسش ويفضل يجرب، لكن منظمة الصحة العالمية تمنع اختبارات الهيدروكسيكلوروكوين للمرة الثانية. ليه؟ بيدعوا إنه فشل في أن يقلل الوفيات. إيه رأيكم؟ آدي مستر تيدروس، انا معرفش ايه هدف الراجل ده على فكرة، مع كل احترام ليه الاثيوبي والجنسيته وكل حاجة، انا مش عارف ايه الراجل ده بيعمل ايه. لو هو مش قد مركزه يبقى يسيبه، لو هو عن جهل ما يبقى كملش في المركز ده، لو هو عن عمد لا ده لازم يتعاقب هو وشي في محاكم عالمية. لا اعرف الدواء ده ليه مكروه من الناس دول، كل الجهات اليمينية تكرهه للدرجة دي عشان بدأ يجيب فايدة في العلاج، عشان احتمال يقلل الاحتياج للتطعيمات. المثير ان منظمة الصحة العالمية كمان منعت مع الهيدروكسي كلوروكوين ايضا بعض مضادات الفيروسات زي اللوبينافير والريترونافير، اتمنعوا كمان مع الهيدروكسي كلوروكوين. ليه؟ قال مش فعالين. دكتور فاوتشي كبير أطباء أمريكا، وننقل بقى من الكوفيد على حاجات تانية، مع كتاب قال لنا هنسمع عن أوبئة، مش وباء واحد زي زمان يضرب كل 500 سنة، لا ده احنا نسمع عن أوبئة كده مع بعض. دكتور فاوتشي بيحذر إنه ما تصدقوش الصين، أخيرا فاوتشي نطق، أخيرا قالت الليت بقت كويس، إن الفيروس الصيني الجديد بتاع الإنفلونزا الجديد ده بيجمع صفات الانفلونزا الخنازير سواين فلو مع الانفلونزا الاسباني الاسبانيش فلو. فانفلونزا الخنازير اللي في 2009 اتلحق لكن اصاب 700 مليون وقتلوا اكتر من نصف مليون شخص، ده السواين فلو. اما انفلونزا الاسباني سنة 1918 حضراتكم عارفين
ده اللي قتلت 50 مليون شخص. الفيروس الجديد الصيني ده متطبخ حلو كده ما بين الاثنين. طبعا العلماء هيطلعوا جري يقولوا لك ده تم بطريقه طبيعيه، ما علينا، يقولوا براحتهم، لكن هو فيروس بطريقه طبيعيه بطريقه واتيفر، فيروس حلو قوي متطبخ بطريقه حلوه ما بين فيروسين قاتلين جدا، السواين فلو والاسبانيش فلو، من حبيبه القلب الصين مره تانية. ده من سي ان بي سي. على فكره يعني انا عارف ما اقصدش اقول حاجه ولا نظريه مؤامره، انا بكره اتهم بهذا الاتهام، ولكن في علماء من اللي بيشرفوا على معمل اوهان واللي حذروا وقالوا السيفتي ميجرمنت في معمل اوهان ضعيفه جدا، قالوا غالبا الفيروسات اللي هربت من معمل اوهان مش هيبقى بس الكوفيد. على فكره الكلام ده اتقال من عده شهور، وادي الكوفيد طلع، وادي فيروس تاني في الصين شكله متطبخ ما بين فيروسين بدا ينتشر. لكن يسكتوا؟ طبعا لا، رغم كل الدراسات اللي بتحذر من هذا الوباء الصيني الكارثي الجديد، إلا أن الصين نفس السياسة ونفس اللي عملته في طلوع الكوفيد، لا ما تخافوش، لا ده ولا حاجة، لا ده ما بينتشرش للبشر، ده لو انتشر للبشر بيكون بالعافية ما تقلقوش، وقعد العالم نايم على ودانه لغاية شهر مارس لما العالم لبس في الحيط من الكوفيد. نفس الكذبة ونفس الأسلوب اللي عملته على الكوفيد بتعمله في الفيروس الصيني الجديد. خبر بيقول ان الصين بتقول للعالم ما تقلقوش، الجي 4 اللي هو الفيروس الجديد ده، فالكوفيد 19 الجديد الصيني اسمه جي 4، الجي 4 من انفلونزا الخنازير ده مش جديد وده ما بيعديش البشر بسهولة. سبحانك يا رب، نفس الكلام اللي اتقال في يناير عن الكوفيد، نفس الكلام، does not infect humans easily، اتقال نفس التعبير في يناير، وطلعوا البلاندز يقول لك ما تقلقوش الفلو اصعب منه، هيعملوا نفس الامر في الجي 4 مره ثانيه. اهو قدامكم، هذا اللي بتقوله الصين. ده رغم الدراسات بتؤكد ان ده كارثه لو ما اتلمتش من الاول، وكويس ان العالم قافل، يعني ممكن يتلم قوي بسهولة لأن العالم اوريدي قافل، لو ما تلمش ده هيعمل جائحة أصعب من الكوفيد بكتير. أيضا حالة من الإصابة بالطاعون الأسود حدثت في الصين بأيام بعد ما كمان انتشرت منها إلى منغوليا، وده من راشن توداي. فالبيبيونيك بليك الطاعون الأسود بتاع العصور الوسطى طالع مرة تانية من الصين. أنا مش عارف إيه الموضوع. وكالعادة منظمة الصحة العالمية الخدامة بتاعت الصين واللي بتكذب لأجلها باستمرار، فخبر يقول لنا من منظمة الصحة العالمية ما تقلقوش وباء الطاعون الأسود الجديد اللي طالع من الصين ده مش خاطر، وظهر في الصين بس تم التحكم فيه بسرعة شديدة. ده اللي بتقوله لنا مين؟ منظمة الصحة العالمية. تاني أو actually تالت، ده من Russian Today. No high risk. Bubonic plague outbreak in China is well managed. مين اللي بيقول لنا الكلام ده؟ تدرس مرة تانية. WHO. هو الناس دول anyway. مش هتكلم أكتر من كده. حالة نادرة، ده الوباء الخامس في نفس الوقت، من الأميبا أكلت خلايا المخ تكتشف في فلوريدا. أخبار الحروب اللي زادت جدا، طبعا عارفين إنه بوتين نجح التصويت اللي هو عايزه، فكده كابتن بوتين قاعد معانا زي واحد صاحبنا، بس بوتين قاعد معانا لغاية سنة 2036، هيقعدوا كده أصحاب مع بعض. فالتصويت على الدستور يخلي بوتين يقعد في السلطة لغاية 2036، ده من أروز شغل. تايوان تفتح باب الهجرة لهونج كونج بعد ما بدأت تطبق الصين قوانين أمنية على شعب تايوان. انت عارفين الصين قبضايا يعني سيطرت على شعب تايواني غصب عنهم عن طريق الرشوة. انتوا عارفين الصين بتحتل العالم ازاي دلوقتي، طبعا عارفين الحكاية. الصين تدخل في دولة تبتدي تنفلتريت نظام الدولة، تبتدي تدخل تعين ليها سياسيين وفي مجالات الصحة ومجالات الاقتصاد وفي مجالات سياسية،
السياسيين دول يبتدوا يكبروا في المناصب بتاعتهم لغاية ما يوصل يبقى الأمور في إيديهم. ده عملت كده في تايوان على فكرة. ولما يوصلوا آسف عملت كده في هونج كونج. ولما يوصلوا هؤلاء إلى الحكم ويبقى الحزب الأساسي خلاص يبقى الدولة دي في إيد الصين. على فكرة الصين بتعمل نفس الحركة، هتتفاجئوا عارفين فين؟ في كندا. الصين بتعمل نفس الحركة في بدايتها في كندا، متخيلين؟ ودول تانية كتيرة infiltrating السيستم. وتلاقي الدولة بقت فجأة من قرارات السياسية مؤيدة للصين، ويزيد الأمر لغاية ما في الآخر يبقى الحكام أو الحزب الحاكم للدولة الفلانية خاضع تماما للصين، وتبتدي الصين تبقى خلاص محتلة الدولة زي ما عملت في هونج كونج. فالشعب الصين، الشعب هونج كونج رافض تماما، لكن الحكام في هونج كونج خاضعين للصين، لدرجة وصلت إن الصين دلوقتي بتحاز هي اللي هتشرف على أعمال الشرطة في هونج كونج. بل الصين وصلت بتحذر تايوان إنها تستقبل المعارضين من هونج كونج إليها. شرطة هونج كونج اللي أصبحت خاضعة للصين تقوم بأول قبض على شخص مخالف للسياسة الصينية، ده من فوكس نيوز، وأصبح كالعادة مفيش حرية تعبير. طبعا بدأت سلسلة الاعتقالات ضد كل الناس المقاومين للصين في هونج كونج. الغريبة ودي اللي استعجبت لها، 53 دولة أيدت الصين في سيطرتها، وأن لنا بسميها أنا آسف تعبير احتلالها لهونج كونج. 53 دولة، عشان تعرفوا الصين متغلغلة في كام دولة. 26 دولة بس اللي رفضوا الاحتلال اللي عملته الصين لهونج كونج، ده من فوكس نيوز. الصين أيضا بتهدد بريطانيا، وبتقول لبريطانيا إنها الصين مش هتسكت لو بريطانيا أعطت الجنسية لأشخاص من هونج كونج، يعني احتلت هونج كونج وعايزة تمنع أي حد يخرج من هونج كونج لأي حتة تانية. وأي دولة تستقبل الناس اللي بيهربوا من هونج كونج بعد احتلال الصين إليها، الصين بتهدد الدول دي لما تستقبل ناس هربانين من هونج كونج. ده من راشن توداي. أستراليا تسرع في تحسين للدفاعات بتاعتها بسبب تزايد تهديد الصين في المحيطات. البنتاغون يقول أن التدريبات الصينية ستسبب عدم استقرار أكثر في بحر الصين لأنها بدأت توسع للجنوب. الهند بتشجع مواطنيها لإلغاء الآب الصيني زي التيك توك. ليه؟ لأن الصين بتستخدم الآبس دي للتجسس على الهند. فالهند ابتدت تدي للمواطنين ماسكات حماية من الكورونا مقابل أنه الشخص الهندي يلغي الآب ده، لأن الآب ده آب صيني بيتجسس. على فكرة أمريكا عايزة تعمل نفس الموضوع. بومبي بيحاول يقول للشعب الأمريكي يلغوا الآبس الصينية لأنها تجسس. ده من راشن توداي. فمواقع زي اب زي تيك توك بتنزله على السيلفون، وبيجي لك السيلفون احيانا متحمل بيه اوريدي، خلي بالك ده توتالي بيتجسس لصالح الصين عسكريا. والصين فعلا، ده مش نظريه مؤامره، الصين فعلا استخدمته ضد الهند في الخلاف اللي حصل الفتره اللي فاتت، الخلاف الحدود اللي حصل ما بين الهند والصين. على طول الصين ابتدت تستخدم المعلومات اللي بتجمعها من الهنود من خلال مواقع وابس زي دي زي تيك توك وغيره. ده مش نظرية مؤامرة، ده حقيقة. والهند دلوقتي لما اكتشفت الموضوع ده بتحاول بأي شكل تقنع المواطنين الغوا الابس دي اللي بتتجسس علينا. بومبي يقول ان الفشل في مد القيود العسكرية على ايران يهدد المنطقة كلها، ده من أروس شفا. ايران تعترف ان الانفجار حصل، فيه انفجار قوي قلت لحضراتكم عليه الاسبوع اللي فات. الانفجار ده هو سبب تحطيم في أكبر موقع نووي ليها، ده من راشن توداي. أوروبا تحذر إيران للمرة السادسة، إيران بتخالف الاتفاق النووي، ده من راشن توداي. إيران تهدد إنها بنت مدن صواريخ تحت الأرض على طول شواطئ الخليج الفارسي، ده برضو من راشن توداي.
قادة روسيا وتركيا وإيران يتكلموا مع بعض عن استقرار سوريا، والغريبة أن سوريا ما كانتش موجودة في الاجتماع ده كالعادة. والثلاثة بيحذروا أن الضربات الإسرائيلية في سوريا لمواقع إيرانية هي دي سبب عدم الاستقرار. ده من تايم اوف إسرائيل. حزب الله يتعهد أن يشن حرب ضد إسرائيل هذا الصيف بسبب موضوع مد الخدمات. إسرائيل تعلن أن قرار مد الخدمات غالباً سيتخذ الأسبوع القادم، ده من جيروزاليم بوست. فتح في المقابل تعلن أنها مستعدة لتقوم بهجمات ضد إسرائيل. وفتح وحماس رغم الخلافات اللي بينهم يوافقوا على التعاون ضد إسرائيل وأمريكا. حماس من غزة أطلقت كالعادة عدة صواريخ على إسرائيل، فإسرائيل كالعادة قامت بضربة جوية على مواقع حماس في غزة. إسرائيل أطلقت ساتلايت تجسس جديد بنجاح لمداره. مجموعة إرهابية إسلامية تهدف للقيام بعمليات جهادية من خلال نشر الكورونا أكثر في الغرب وأمريكا. ده من ديلي ستار. فأي حاجة تستخدم يستخدموها. أسلحة مش مشكلة. تفجير طيارات، يسوقوا عربيات يدوسوا بها المواطنين الغلابة في الغرب، يقوموا بها المسلمين الإرهابيين، وليس كل المسلمين، بعض المسلمين الإرهابيين. كورونا وماله، نستخدم كورونا، مهم بس نموت الكفرة في الغرب. إخلاء عشرات بعد انفجار قوي في السوق في غرب فرنسا، ده من راشن توداي. أعمال العنف والمظاهرات بتتزايد جدا في المدن الأمريكية الكبيرة، وأعمال التخريب مستمرة. أخبار عامة، اليوتيوب مستمر في إغلاق القنوات اليمينية أو المحافظة اللي غالبا أغلبها مسيحيين، تحت ادعاء إيه؟ كراهية. المسيحي اللي يقول عن رأيه المحافظ كراهية، يلا يتقفل. اليساري أو الليبرالي أو المتحرر الغير مسيحي اللي يشتم ويهاجم ويستخدم كل أقصى الألفاظ في الهجوم على المسيحيين والمسيحية والكتاب المقدس، حرية، براحته، نساعده في نشر أفكاره. هذا اللي بيحصل، والكيل بمكياله. تويتر يلغي استخدام كلمة سيد وعبد بسبب المظاهرات، حتى في حاجات كتيرة زي ما قلت لحضراتكم، بما فيها موضوع الكمبيوتر، هارد ديسك، من ماستر هارد ديسك وسليف هارد ديسك، ده كمان يتلغي. علماء أثار يهود اكتشفوا حفريات من وقت عزرة ونحامية يؤكد هذا التاريخ. أخبار اقتصادية، نقص العملات في أمريكا يجبر الزبائن إما يدفعوا القيمة بدقة أو يستخدموا الكروت فقط، كروت الائتمان. على فكرة في نقص عملة في أمريكا ودول كتيرة من العالم. البعض يتساءل هل نقص العملات في كل مكان هو وسيلة لدفعنا في اتجاه مجتمع بدون عملة؟ بالفعل مدن أمريكية تتجه أقرب إلى الدولار الإلكتروني، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن الصين أيضا بدأت تشجع العملة الصينية الإلكترونية. بسبب المشاكل الاقتصادية، واحد من أكبر سلاسل المطاعم الأمريكية اللي هي الشركة المالكة لبيتزا هات وويندز، غالبا الشركة دي هتشهر إفلاسها. بعد كل التاريخ ده بتاع بيتزا هات وويندز، احتمال الشركة دي تشهر إفلاسها. المساعدات المالية الأمريكية اللي قام بيها الفيدرال حكومة ترامب أنقذت 51.1 مليون وظيفة، ده من وكالة رويترز. بالرغم من اللي بيحصل في أمريكا، رغم حاجة غريبة جدا، الاقتصاد الأمريكي بيتحسن بشكل غريب، وتقرير الوظائف أفضل مما كان كل بيتوقعوه الخبراء، بل انخفض معدل البطالة بشكل غريب. فمعدل البطالة انخفض ب 11.1% بس، ده من ياهو فاينانس. فأكشن الاقتصاد الأمريكي بيتحسن جدا وسط كل المصائب اللي بتحصل ما بين كوفيد وما بين مظاهرات وعمل تخريب وغيره، والأسهم فعلا
داو جونز زادت جدا الأسبوعين اللي فاتوا. فعلا اضطهاد المسيحيين اللي زاد. كاتدرائية سان ألبان هتستبدل المزود المعتاد اللي احنا عارفينه بمزود حاطين فيه شخصية الطفل يسوع المسيح كطفل أسود، وأيضا هيغيروا صورة العشاء الأخير بشخصية المسيح إنسان أسود. أنا ما عنديش إشكالية المسيح للعالم كله، بس ما نغيرش الحقيقة. المسيح جاي شرق أوسطي، منطقة إسرائيل في العصور الوسطى، يعني ملامحه قمحية. ما يعملوش إنسان أسود بس عشان خاطر يجاملوا Black Lives Matter، وطبعا برضو اللي بيطلعوه أشقر قوي ده برضو مش دقيق. باي ذا واي، ليه كده؟ ليه اللعب بالشكل ده؟ ده من ديلي ميل، هذا اللي بيعملوه. مذيع سي ان ان كريس كومو اللي هو اخو حاكم نيويورك، وهو طبعا واضح زي اخوه الاثنين ملحدين، يقول او يرفض وجود الله ويقول انت لا تحتاج مساعده من اعلى. شكرا. يعني الالحاد ده اللي يخليك طبعا مش بتفقد الالم، انت لسه بتتالم من المظاهرات ومن مشاكل اقتصاديه ومن الكوفيد، لكن تفقد الامل ان مفيش حتى اله يساعدك. الانحدار الاخلاقي اللي زاد. الصين تفرض حبوب منع الحمل على الاقليات عشان تقلل من عددهم. يعني الصين بتعمل اباده جماعيه بس باسلوب تاني، الاقليات وبس، زي المسيحيين والحاجات اللي هي شايفاهم الصين مش موالين لكابتن شي. بوتين يسخر من السفاره الامريكيه اللي وضعت علم الشواذ عليها، ده من وكاله رويترز، فالتريق على علم الشواذ فوق السفاره الامريكيه. سلسلة صيدليات سي في اس الأمريكية تحط كورنر زي المكياج اللي عاملاه للستات، تحط كورنر جديد مكياج الرجالة، يعني الكسوف. ليه؟ علشان الشواذ. في آلاف من فروعها، لأن هذه التجارة في تزايد شديد للمكياج بتاع الرجالة الشواذ. فعلا مجدهم في خزيهم. مدينة أمريكية تقبل رسميا، عشان تعرفوا الموضوع ده، معلش ركزوا معايا فيه وأنا آسف عليه، تقبل رسميا تعدد العلاقات الجنسية. يعني مفيش مشكلة واحدة ومعاها two boyfriends، ولا واحد ومعاها two girls أو أكتر، أو تعدد العلاقات في نفس الوقت الجنسية، مفيش أي إشكالية. إيه رأي حضراتكم؟ عشان تعرفوا الخطيئة عمرها ما هتقف. الشواذ يا حرام، لا ده مش حرام، ده هو طريق خطوة لبعدها، بعد كده البيدوفيليا الأطفال، بعدها تعدد العلاقات والجنس الجماعي، وعادي مسموح. عشان تعرفوا الخطية مش هتقف. وحاجة تانية برضو أوضحها ومهمة في رأيي، عشان تعرفوا اللي بيقول ليه ربنا ما تدخلش ومنع الوباء، هو العالم أصلا رجع لربنا وتاب وطلب ربنا يساعده؟ فين؟ ده العالم بيزداد في الخطية للأسف. للأسف ديزني ونيكلوديان بتعوت الكرتون بتعوت الأطفال للأسف مستمرين وبقوة بالدعاية لأجندة الشذوذ للأطفال، ويذيعوا حفلات شواذ للأطفال وإعلانات الشواذ على الهواء باستمرار في ديزني ونيكلوديان عشان يقنعوا ويغسلوا مخ الأطفال بالشذوذ. ايه رأي حضراتكم؟ فالشذوذ دلوقتي اصبحت موضة، بينشروها ازاي؟ عن طريق خداع الاطفال والشباب. هذا اللي بيحصل. فحقيقي الخطية زادت، وعشان كده احنا في المقابل علينا دور. دورنا ايه؟ محتاجين نتكلم. وما تخافش، خطية قول عليها خطية، احنا بنحب الخطاة وبنقول للخطاة ارجعوا وتوبوا بكل محبة، لكن ما بنحبش الخطية مش هنتماشى معاها. حاجة تانية، حقيقة محتاجين نصلي لأجل كل اللي بيحصل في كل مكان من أتعاب مختلفة جدا، ويريد بلاش الخلافات اللي بيحاول البعض اللي بسميهم زريع الخصومة بين الأحبة اللي عايزين يزرعوا خلافات طائفية بأي شكل. مش وقت خلافات دلوقتي، وقت صلاة، وقت اتحاد، وقت فعلا صوم، وقت خدمة، وقت تبشير، وقت إنارة للي بيعصروا في العالم، وقت استعداد حقيقي لمقابلة العريس. والشيطان عارف ان ليه زمان اخير. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل ما نخافش
زي ما قال لنا معلمنا بطرس، اما خوفهم فلا تخافوا، وقال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان لما تحصل نؤمن في زمن زاد التشكيك، وقال لنا قبل ما تحصل عشان لما تبدا تحصل نستعد، لان ربنا عارف ان العالم ده هيكون شاغلنا بكل الاخبار السيئه دي. عريسنا قرب، ولكن الشيطان عارف ان ليه زمان يسير، عشان كده بيزود، فايضا احنا محتاجين نزود استعدادنا وحياتنا الروحيه. ربنا يبارك حضراتكم. مسيح اقترب، اصنعوا الثمار تليق بالتوبه، واستعدوا لاستقبال العريس. امين تعالى ايها الرب يسوع، وربنا يبارك حضراتكم جميعا.